صباح الخير، رمضان كريم على الجميع. يا رب ينعم عليكم بصحة وعافية وقبول الطاعات واستجابة كل الدعوات. Good luck for everyone. مقدما الله يسهل إن شاء الله علينا هالشهر ويمر على خير ويبدي راسة مالتنا زين. اليوم عندنا آخر محاضرة من الجي آي تي. عندنا شنو؟ عندنا موضوع البروكاينيتك and anti-emetic drug. هسا راح أقسمها جزئين، أول جزء هو البروكاينيتك، الجزء الثاني هو الانتي-emetic. زين، البروكاينيتك شنو؟ البروكاينيتك من نريد نعرفها هي نوع من الدراج. شو تسوي؟ تزيد الأبر جي آي تي موتاليتي. ركزوا لي على كلمة أبر. احنا الجي آي تي عندي بيها أبر جي آي ولور جي آي، من هو الفاصل بيناتهم؟ الدودينم. زين، من الدودينم وفوق يسموه الأبر جي آي، من الدودينم وجوا لور جي آي. زين، هاي كتعريف لها. زين، نحكي شوية عن الديزيز بعدين مثل العادة ندخل بالدراج. أنا ليش أريد أزيد الأبر جي آي موتاليتي؟ ليش أريد يعني أسوي هذا الشيء؟ لأنه يا أما شخص عنده أبدومينال بين، عنده ديسكومفورت، عنده حرقة، عنده يعني فد شيء مثقل على معدته، خلي نقول احنا من نريد نعالجه شيء يقولوا له، يقولوا له ريح معدتك. بالعادة ما يقولوا له لا تاكل. هنا احنا شو نسوي؟ نحاول نفرغ معدته من الاكل. زين، زيد الموتاليتي موجودة عندي بالأبر جي اي تي بحيث انه معدته تفرغ ويرتاح. زين، ليش الأبر مو اللور؟ اللور من راح نزيد الموتاليتي باللور راح يصير ديارية، ما راح يصير عندي ما راح يصير عندي اميتنج. زين، فالتعريف مالت البروكاينيتك قلنا هو انكريز بالابر جي اي موتاليتي باي انكريزنج الفريكوينسي مالت الكونتراكشن ان ذا سمول انتستين بات وذاوت ديسربتنج الريذم. يعني انا ازيد بريستالسيس بس مو اخربطها، يعني هي كونتراكت ريلاكس مجرد ازيد التايم مالتها، يعني انه العفو اقلل التايم يعني بسرعه اسويها. اوكي، شلون اسوي هذا الشيء؟ اجي على شكو ريسبتر موجود بالجي اي تي يزيد الموتاليتي انطي اغونست، يقلل الموتاليتي انطي انتاغونست. زين، من اريد اقسم البروكاينيتكس عندي بيها تقريبا اربع تقسيمات على حسب تقسيم عبد المتعال. اكو عندي قسم يخص ال 5 HT4 اغونست اللي هي هاي ريسبترات السيروتونين الموجوده بالجي اي. عندي قسم الدوبامين بلوكر اللي نعرف احنا الدوبامين هو حاله حال سمباثيتك، حاله حال ادرينالين، لان نعرف احنا الدوبامين هو البريكيرسر للادرينالين، صح؟ فاني ايش اسوي؟ نعرف احنا السمباثيتك يقلل من الجي اي تي موتاليتي، فاني ايش اسوي؟ انطي بلوكر، وهو هذا اهم جزء عندنا اليوم بالمحاضره. زين، عندنا القسم الثالث اللي هو الموسكارين اغونست. احنا نعرف الموسكارين يشتغل عليه استالكولين، ومثل ما نعرف الاستالكولين اللي هو البارا سمباثيتك يزيد عندي جي اي تي موتاليتي، فش انطي اغونست. زين، بعد القسم الاخير اكو نوع من الريسبترز اللي يسموها الموتالين او الموتايلين موجوده بالابر جي اي تي، تشتغل عليها قسم من الانتيبايتك مثل الاريثروميسين. هاي همات نفس الشيء، بس انطيها راح تزيد عندي الموتاليتي مالت الابر جي اي تي. اوكي، بس اكيد هاي مو هيك يعني راح تمر بسلاسه، لانه كل ريسبترز موجود بالجي اي تي ممكن القاه بمكان ثاني، فممكن يعني اكو سايد افكت اكو هوايه هسه نشوفها. زين، البروكاينيتك هو التايب مالت الدراج انهانس الجي اي موتاليتي انكريز الفريكوينسي مالت الكونتراكشن بالسمول انتستين مثل ما قلنا وذاوت ديسربتنج الريذم. ذي ار يوزد تو ريليف الجي اي سيمتوم مثل ابدومينال ديسكومفورت، بلوتينج، كونستيبيشن، هارت بير، نوزيا، فوميتينج، كل هوايه شغلات تخص الجي اي تي. They are used to treat number ممكن من الديسوردر irritable bowel syndrome. من حكيناها كان اكو قسم من الادويه بروكاينيتكس. زين، عندي الاسيد ريفلكس اللي هو الجرد، عندي الكاستروباريسيس. هذول الكاستروباريسيس جماعه الدايبيتس يصير عندهم شنو؟ مو هم نيوروباثي يصير عندهم، فالنيورون اللي تغذي اللي تسبب الموتاليتي مالت الجي اي يصير بيها مثل الخدر، مثل الكسلانه يسموها باريسيس، مثل المشلوله، فاحنا ننطيهم ايضا بروكاينيتكس. زين، ممكن ايضا بالديسببسيا وغيرها. البروكاينيتك تسوي لي اكتيفيشن فد وايد رينج من السيروتونين ريسبتر، هسه نشوفها كلها. اذر كاينيتكس مثل ما قلنا تشتغل على الاسيتال كولين، تزيد الامون ريسبتر. زين، فزيد الريليز او انه تثبط المثبط مات الاسيتال كولين الكولين استريس، الكولين استريس انهبيتر. زين، هاي الاسيتال كولين ليفل نعرف احنا الاسيتال كولين من يزيد يزيد الجي اي بريستالسيس، فيزيد البريشر على اللور ايسوفيجال ويصير عندي موتاليتي. احنا دائما من نريد يصير عندي فوميتنج ايش اسوي؟ ازيد الموتاليتي مالت الجي اي وافتح السفنكتر حتى يطلع. زين، فهاي كلها تسوي ام بروفينج بالنسبه للكاسترو دودينوم.
اوكي يقول ال 5 HT4 receptor is play important role. باعوا ال 5 HT4 راح تتذكرون اخذناها بالاوتاكويد. السيروتونين كان عندي وايد رينج من الريسبتر من ضمنها الفور. الفور كان يتواجد عندي بالجي اي تي ويتواجد عندي بالهارت. اوكي فحتى هسه ما راح احكي على الدراجات، خلوا بالكم انه ينسحب هذا الدراج لانه اشتغل على الهارت هم. فال 5 HT4 receptor is play significant role in both physiology and pathophysiology مع تي جي اي. اغلب الادويه اللي متعلقه عندي بالجي اي تي راح تخص ال 5 HT4 receptor. زين therapeutic للديزيز الريليتد بالجي اي ديسموتاليتي مثل الكرونيك كونستيبيشن وغيرها. زين منو الامثله مالت هاي ال 5 HT4؟ عندي الموسابرايد وعندنا السيسابرايد، بس هاي شويه مو كلش الافينيتي مالتها قوي. عندنا البروكا لوبرايد، اهم شيء بنهايتها برايت يعني شنو سيروتونين. سيلكتيف تكون هاي افينيتي المن للسيروتونين واستيميوليت الماس موفمنت اللي تسوي يعني هاي تفيدنا بالديفيكيشن. يعني هنا انا ما ادري ليش معتبرها بروكاينيتكس، بس هو ما دام زايده جي اي موتاليتي اذا يقول هنا انا اكثر شيء فادتنا بالديفيكيشن، يعني اللي عنده كونستيبيشن يستخدموا له بروكا لوبرامايد. زين اني استخدم سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتر احس انه الموضوع شويه صعب، لانه هاي تشتغل على سي ان اس يعني، وتشتغل همات على البيريفري، ف اي ثينك بيها سايد افكت كلش هوايه، بس شوفوا هم عندها بروكاينيتك اكشن. زين وقسم من الدراج مثل الاريثرومايسين اللي عندها افينيتي على الموتايلين، مثل ما قلت لكم على هذا الموتايلين ريسبتر. شوفوا خلي هسه نكتب كم واحد حتى اللي بقي يعني تكون على اساسه. هسه خلينا نقول هاي عندي البروكاينيتكس. زين عندي 5HT4 agonist، زين وعندي ايضا الدوبامين اللي هو دي 2 بلوكر، او مو الا دي 2 دوبامين بلوكر، وعندي الموسكارين agonist، وعندي الموتايلين agonist. موتايلين زين هذول جماعة ال 5HT4 receptor جماعة الميزابريستون ال اي حتى اتاكد دقيقة الميزا الموسابرايد العفو موسابرايد راحت على غير سيروتونين يعني جماعة البرايد اللي بالنهاية. اوكي زين الدوبامين عندي بي هذا البلوكر قسمين اللي هما تقريبا اكثر المحاضرة راح يكون عليهم. عندنا الميتوكلوبرامايد وعندي الدومبريدون. زين الموسكارين أغونيست هواية ممكن أقسمها على أستالكولين أغونيست جماعة النيورسيبين، بس هاي صعب يعني تستخدم. وعندي الكولين استريس إنهبيتر. زين زين عندي الموتالين جماعة الإريثرومايسين وذولي. هاي تقريبا يعني التصنيفة مالت الدراجات سوري اللي حنشوفها اليوم. زين يبدي لي بأول دراجز من هو عندي الكولين ديرفيتيفز اللي تخص الأستالكولين. طبعا احنا نعرف من زمان انه ما عندنا فد شيء اسمه استالكولين، يعني ما عندنا دراج اسمه استالكولين، لانه هو اول شيء نان سيلكتيف، ثاني شيء الديوريشن مالته كلش قليله خلال ثواني يتكسر. موديفيكيشن ممكن سوى على استالكولين ستراكشر، مثلا عندنا البيثانيكول، هذا البيثانيكول اذا تتذكرون او ما تتذكرون اكيد يشتغل على ام 3 الموجود عندي بالجي اي تي، موجود عندي ايضا باليورينري سيستم. زين الموتاليتي يعني شويه يعني احسن نقول كسلكتيفيتي وكهيدرول ريزيستنس الانزيم هيدروليسيس احسن من الاستالكولين، بس استل يعني انه ما يعتبر فد شيء يعني مستخدم، انه هذا كلش قديم يعني بعد ما حد يستخدمه، لانه شافوا عنده سايد افكت كلش هوايه يشتغل على موسكارينات يعني يروح ياثر عليها بالجي اي بريديكارديا فلاش دياريا كوما هواية بي سايد افكت. زين كوما هواية شنو؟ زين هاي اول مجموعة يعني كولين ديرفيتيف صعب نستخدمها. اسيتال كولين استريس انهبيتر دولي جماعة يسمون الكولين استريس، دولي شنو؟ راح يروحون يثبطون الانزيم اللي كسر عندي الاسيتال كولين، بالتالي راح ازيد من كمية الاسيتال كولين الموجودة بالجي اي، فمن موجود اسيتال كولين راح ازيد الموتاليتي. زين طبعا هاي ده يقول انه ما تشتغل دايركت، اكيد مو الدراج راح يروح يزيد الموتاليتي، وانه ما راح يروح يشتغل على الريسبتر. زيد الاستالكولين، الاستالكولين نفسه راح يزيد عندي الموتاليتي، بس شويه ايضا يعني تحسون الموضوع صعب استخدم كولين استريس انهبيتر الجي اي موتاليتي يعني. ف
اتشي اوفر. بس من تكون اكو ديزيز كلش قويه مثلا عندنا هذا يسموها الكولونيك سيدو اوبستراكشن الاوغليفس سيندروم. هذا شنو البارالتيك اليس؟ هاي الاوغليفس سيندروم انه صاير عندي ديستنشن بالكولون كلش قوي ديستنشن يعني بس بدون لاكو ميكانيكال اوبستراكشن يعني ماكو تيومر ساده ماكو فشي ميكانيكال ساده بس انه ديستنشن وواقو في شيء ما يصير عندي بلا ماتولوجي ولا شيء. زين البارالتيك الياس من يكون الاليوم عمات نفس الشيء انه مشلول تماما يعني فيحتاج فشي حركه فمن هاي راح تتكدس بها الاكل وممكن الانزيمات اللي بيها ممكن يسبب بريتونايتس وتكون فيتال فهاي لازم نعالجها بامرجنسي فننطيها فشي قوي مثل الكولين استريس انهبيتر. زين هاي فئه الكولين استريس احنا مو كلش هواي نتقارش بيها لانه شويه صعب. زين الدوبامين ريسبتور انتاغونيست هاي 3 ارباع الادويه اللي تستخدم بالجي اي موتاليتي هي عباره عن دوبامين انتاغونيست جماعه الميتوكلوبرامايد والدومبريدون. اوكي هي تعتبر يعني تقريبا احسن شيء والافكت مالتها ما تشتغل على خط واحد وانما مجموعه من الخطوط. زين الدوبامين از بريزنت بسيجنيفيكانت اماونت بالجي اي تي يعني مثل ما قلت لكم الى انهبيتر افكت على الموتاليتي يعني لان حاله سمباثيتك بضمنها انه يقلل هاي ما ادري شنو كل شويه لازق هلا وليس في جل غلسوا عليها. This effect انه result بالسبريشن from suppression مات الاستالكولين released من المينتريك موتور نيورون mediated بالديتور ريسبتر. يعني احنا نعرف الديتور ريسبتر شي يسوي يثبط الاستالكولين لها السبب هو الافكت مات انهبيتري. زين يعني مثل السمباثيتك قلت لكم فانا ايش اسوي انتاغونست الانهبيتري افكت مات الدوبامين على المينتريك فاعيد نفس الحكي فالا بالتالي بروكاينتك ايجنت ما دام زي الموتاليتي. They have additional advantage relieving nausea vomiting antagonist للدوبامين ريسبتور in the bowel. الدوبامين موجود عندي بالجي اي تي صح وموجود عندي بالسي ان اس هوايه هم صح وموجود عندي بكميات كلش هوايه بالفوميتنج سنتر. زين فاني من انطي دراج يثبط الدوبامين موجود بالجي اي ومربوط وموجود بالفوميتنج سنتر انا بيجي حاله ممكن استخدمه كانتي ايميتيك يعني انه يعالج التقيؤ وبنفس الوقت يعالج لي شلون نقول انه من اكو هاي المشاكل الموجوده بالجي اي فحسب الدوز ممكن استخدمه كانتيميتك ممكن استخدمه ك شو اسمه يعني بروكاينيتكس. اوكي زين هسه يقول الميكانيزم مات الاكشن مات الميتوكلوبرامايد اللي هو اشهر او اول واحد اخترعه كانتاغونست يشتغل على البيرفرال الموجوده عندي 5HT4 يعني سيراتونين اغونست باعوا اغونست للسيراتونين والسيراتونين بالعاده من يصير اغونست يزيد الاستالكولين. هسه راح ناخذ فقره هم ان السيراتونين السيراتونين من يزيد يزيد انذر نيورو ترانسميتر تكون موتاليتي مثل الاستالكولين. زين هاي اول طريقه زيد بها موتاليتي. ثاني طريقه الفيجل والسنترال 5HT3 انتاغونيزم ان الفور اي ثينك كان يزيد هاي ما ادري ليش صراحه غلسوا عليها سنسيتايزيشن للموسكارين يزيد الموسكارين يعني هم يزيد الموتاليتي ودوبامين انتاغونيست ايضا عن طريقه يزيد الموتاليتي فهي اكثر من خط دفاع يشتغل بالميتوكلوبرامايد 5HT4 ريسبتر اغونيست ال 5HT3 منطيهم انتاغونيست ما ادري ليش سنسيتايزيشن للموسكارينك ريسبتر بالجي اي تي سموث مسل ويعني بكل الاحوال كل الطرق تؤدي الى انه تزيد عندي الموتاليتي مات الجي اي تي من هذا الميتوكلوبرامايد. زين بس هذا مشكلته شنو الميتوكلوبرامايد هنا مو راح يشتغل على الدوبامين ريسبتور انتاغونست يشتغل عليها اللي موجوده بالبيريفري والموجوده بالسي ان اس وبالسي ان اس من نسوي دوبامين ريسبتور انتاغونست كل شيء هواي مشاكل يعني كل السايد افكت اللي راح تترتب على الميتوكلوبرامايد هو لانه يخترق البلد برين بارير ويثبط عندي الدوبامين الموجود عندي بالسي ان اس. زين يقول هو واحد من الأولدست ترو بروكاينيتك ايجنت يحفز الكونتراكشن يعني ات افكت ار كونفايند لارجلي بالابر جي اي لهالسبب قلت هو يعني بروكاينيتكس ستيميوليت الانترال والسمول انتستين. المهم ميتوكلوبرامايد الى كلش يعني واجنا على الابر بس مو كلش على اللور هو لهالسبب هو بروكاينيتكس لانه يشتغل على الابر ما يشتغل على اللور. زين ونستخدم الميتوكلوبرامايد نستخدمه بالجاستروباريسيس مثل ما قلت لكم هاي الفقرة اللي جماعة الدايابيتس الأدجنكتيف ميجر لها اللي عندهم يريد يسوون جي اي تي بروسيجر يعني يريد يسوون مثلا اندوسكوبي دائما اللي يريد يسوون له نابور شي يريدون يسوون يفرغون معدته حتى يقدرون حتى هاي الآلة من تدخل يعني للجي اي ماكو فشي يعوقها. زين يعني ما معقولة أنا مطببة آلة بنص أكل يعني شرد افتهم منها
فلازم افرغ هالمعده. هاي شغله يفيدنا بها. الشغله الثانيه شافوا بانه الميتوكلوبراميد من الادويه كسايد افكت لها تسوي سيديشن، يعني تنعس الواحد، فهذا شيء كلش زين، لانه من انطي الشخص يعني اندوسكوب احاول اخليه انه مو كل شوي يتحرك. زين، شغله ثالثه هو همات الى انتي ايميتك، فمن انطي هذا الدراج من اطب بهذا الجسم الغريب ما راح تتحفز عند الفوميتنج سنتر. اوكي، فكل الاحوال كل شيء يفيد عندي بالاندوسكوبي، بس طبعا راح ينطب بشكل يعني بارنترال حتى بسرعه يشتغل. بوست اوبراتيف الياس، شايفين ذول اللي يدخلون عمليات ورا العمليه يبقون فتره بطنهم ما تطلع، المعده مالتهم حركتها مو تمام، حتى ينطوهم بس سوائل، فبس يقولوا له بطنك طلعت او مثلا الاكل مالتك تمام، معناها خلاص انه هسه بعد ما يخافون عليه، صحيح؟ فاللي عندهم ورا العمليه ليش؟ انه هو بتاثير الصحيه تخدير احنا شنو؟ هو يضرب الاسيتال كولين، مو صحيح؟ فمن ضربه الاسيتال كولين عمليه التخدير معناها اكيد الجي اي هم الحين تخدرت وياها، فاحنا نعطيهم فد شيء زي هيدي الموتيلتي. واللي عنده نوزيا وفوميتنج، لان قلنا عنده ريسبتورز موجوده بالدوبامين موجوده بالفوميتنج سنتر. زين، اوكي، فهي هاي الاشياء اللي يعني شفنا الميتوكلوبراميد يشتغل باكثر من خط، فاكيد راح يشتغل باكثر من شو اسمه، راح يشتغل باكثر من يعني ديزيز. خلينا نقول الميتوكلوبراميد ابزوربد يعني ورا الاور، ينطي اورالي تقريبا يعني الميتابوليزم مالته بالليفر، اكسكريشن مالته باليورين. يعني اي الهالف لايف مالته تقريبا 4-6 ساعات، يعني كل 6 ساعات ينطون مره تقريبا، خلينا نقول 3 مرات باليوم 4 مرات. البيك مالته الافكت مالته يبين ورا ساعه يعني. زين، وينطو قبل الوجبه اكيد، لانه انا اريد افرغ اكل، يعني شو عندي اكل واخذ ورا. والبيت تايم قلت لكم لانه يسوي نعاس، فاللي يحسه يعني الافضل انه هي ينطي قبل النوم او بالليل خلينا نقول. زين، بس مرات من اريده بوضعيات يعني من يكون شخص عنده كلش سيفير نوزيا اريد اسوي اندوسكوبي انطي اي في يعني. زين، وبعد شنو للاطفال؟ اكو قسم يعني اللي عندهم غاستروباريسز انطيهم بدياتريك دوز، يعني في دوز قليل حتى ما اثر يعني ما اسوي سايد افكت زايده، لانه هسه راح اشوف ترى هو صح يشتغل هوايه وبهوايه ديزيز، بس كل شيء يشتغل بهالطريقه يعني يكون وايد رينج من الافيكاسي، راح يكون عنده وايد رينج من السايد افكت. باعوا كل السايد افكت مالت ميتوكلوبراميد راح تكون بسبب شنو؟ لان تعبر البلد برين بارير، تروح تضرب عندي الدوبامين الموجوده بالسي ان اس. وانتم تعرفون الدوبامين اللي موجود بالسي ان اس، تتذكرون من كنا ناخذ الباركنسون، او الباركنسون يصير عنده قله بالدوبامين وزياده بالاستالكولين، صح؟ فتلقون عنده هاي الرجفه، هاي الحركات المو طبيعيه، تلقون عنده برولاكتين عالي، مو صحيح؟ فالميجر سايد افكت الى اكسترا بيراميدال افكت، ليش؟ الدوبامين موجود عندي بالجنجليا، اللي هي اللي يسميها البيزال جنجليا. زين، هاي شغلتها هي بريك، اوكي، كان مسؤوله عن هاي الحركات اللي يصير موجود الفاين موفمنت خلينا نقول. زين، فمن نضربها راح يصير عندي ابنورمال فاين موفمنت، يعني هسه نشوف ديستونيا حركات وجهها تصير مو طبيعيه، بس هاي ممكن يعني ترجع بها مجال. باركنسونيزم لايك سيمتوم مثل ما قلنا انه هو اصلا ابو الباركنسون عنده قله بالدوبامين زياده بالاستالكولين، انا هنا دا اسوي له تماما كانه شخص عنده باركنسون. زين، جنرال ريسبونس للانتي كولينرجيك انتي هيستامينك، يعني هاي ممكن ريفرتبل، بس من يصير عندي ديسكاينيزيا، يعني هاي نتيجه الكرونيك يوز على فتره طويله، هذا يعني سنوات، هذا يصير الى يعني ريفرتبل، الحركات اللي يصير بوجه ابنورمال موفمنت بالفيس يصير ريفرتبل، بس هاي خطيره، ممكن يعني عضل لسانه، ممكن يبلع لسانه. زين، وبنفس الوقت قلنا يصعد مستوى البرولاكتين، تذكرون كان عندنا الدوبامين من ضمن الوظائف ما تقلل البرولاكتين، فحتى ابو الباركنسون يصير عنده برولاكتينيميا، مو صحيح؟ زين، والميثوغلوبينيميا هاي من رادوا يشوفون سيفتي بالنسبه للبريجننت او لا، شافوا انه عد دراسه يزيد الميثوغلوبينيميا بالطفل، بس اكيد يعني شلون نقول كتطبيق عملي ما شافوا هذا الشيء، فيعتبروه من الكلاس بي يعني. مو يعني قسم يقولون ما ننطي للفيميل، قسم يقولون للبريجننت، قسم يقولون لا. زين، فهي هاي الادفيرس افكت بالنسبه للميتوكلوبراميد، حدثوا شافوا هاي الادفيرس افكت مالته كله لانه يعبر السي ان اس او يعبر البلد برين بارير، جابوا دراك ثاني ما يعبر البلد برين بارير يحاول يكون له على الاقل نفس الافكت، الدومبريدون اللي هو انتاغونست ايضا للدوبامين، بس شنو؟ بدون لا يعبر عندي البلد برين بارير.
not read across the blood brain barrier فما راح يصير عندي هاي الاكسترا بيراميدال سايد افكت اللي هي ديسكاينيزيا وديستونيا وذولي. بس ستيل هو يعتبر انتي اميسيس ويعتبر انه شلون نقول انه زيد البرولاكتين. ليش باعوا الفوميتنج سنتر والبرولاكتين الموجوده مات بالفوميتنج سنتر؟ هاي موجوده بالمدولا اوبلنجاتا. المدولا اوبلنجاتا يعني قبل البلاد برين بارير، اوكي؟ فهو يعتبر انتي اميسيس ويزيد البرولاكتين، بس انه ما يعبر البلاد برين بارير ويسوي لي هاي الاكسترا بيراميدال سايد افكت. زين الفايف بس اكيد ترى الاكشن مالته ما راح يكون بقوه ذاك، يعني ذاك يكون اقوى، بس هذا سايد افكت اقل، هي كلها نسبه وتناسب. عندنا الفايف اتش تي ريسبتر موديوليتر. هسه اخذنا الفئه اللي تشتغل على الاسيتال كولين ما فضلناها، يعني شفنا صعب نتلاعب ويا الاسيتال كولين. الفئه اللي تشتغل على الدوبامين قلنا هاي وايدلي يوز يعني تقريبا. الفئه اللي تشتغل على سيراتونين هسه نشوفها. السيراتونين تذكرون حتى من اخذنا بالاوتاكويد قلنا هي اكثر شيء موجود، يعني 90% منه موجود عندي بالجي اي تي خاصه بالانديروكروميفين سيل، بيها كل شوية سيراتونين. اي شيء يحفز هاي الانتيروكروموفين سواء كيميكال سواء ميكانيكال، يعني اكل نوكزيكس ايجنت الريتنت اني واي، راح قبل يحفز هاي الانتيروكروموفين سواء حتى تطلع السيراتونين مالتها. زين ومن يطلع السيراتونين بي وايد رينج، يعني الثري والفور مثلا قبل تأثر عندي على الموسكارين اللي موجودة عندي بالماينتر كبلكسز، وتزيد عندي من الموتيليتي او تزيد السنسيتيفيتي مالت المايتر كبلكسز، وهم تزيد عندي الموتيليتي. واكو عندنا ال5 HT3 اللي هو على الفيجال، يعني خارج الجي اي تي خلينا نقول الفيجال والافرنت نيورون او سنسوري نيورون ايضا يزيدها. زين ستيميليشن للسب ميوكوزال انترنسك افرنت نيورون اكتيفيتي سكريتو موتور ريفلكس، اللي هي هذا انه مثلا شخص شلون هاي سكريتو موتور ريفلكس تذكرون من كنا نقول من اتخيل اكله براسي ويصير عندي سلايفيشن، اوكي يسموها سكريتو موتور ريفلكس. فهي زي شلون يعني ما اعرف شلون اوصفها، المهم مو شغله مو يعني مو موضوعنا. 5 اتش تي ريسبتور موجود بالانتر نيرفس سيستم، فطبعا ممكن تكون تذكرون السيراتونين اكو قسم بي يعني محفز قسم مثبط، 3 وال4 يحفزون ال1 يثبط، اوكي؟ فليش؟ لانه ال3 وال4 من يشتغلون يزيدون النيورو ترانسميتر تزيد الموتاليتي، في حين ال1 من يشتغل يزيد يعني اشياء تقلل الموتاليتي، اوكي؟ انو السيراتونين ما يشتغل بشكل دايركت اذا بتشوفون يعني. 5HT1 stimulation of gastric fundus result in gastric release للنيتريك اوكسايد reduce. هاي قلنا ال1 هو انهبيتوري، ال4 ستيمولتين يعني يزيد الاسيتال كولين ريليس ويزيد الموتاليتي. زين الانتركنيورون هو على حب الموضوع، المهم عرفوا انه اكو سيراتونين يشتغل كمحفز واكو قسم يشتغل كمثبط. احنا راح نشتغل على المحفز اللي هو شي يسوي اللي هو راح يزيد عندي الاسيتال كولين ريليس ويزيد السنسيتيفيتي الموجوده عندي بالانترك بلكسس، فبالتالي يزيد عندي الموتاليتي، هذا المطلوب مني. زين الري ابتيك مات هاي تذكرون كانت عندنا بالانتي ديبريسنت سيلكتيف سيراتونين ري ابتيك انهبيتر، يقول هي ممكن يعني لها بروكاريوتك بس هاي صعبه استخدمها، يعني هاي يعني اغلبها على السي ان اس، انه انا ما اريد يعني اعالج فتشي لوكالي ويشتغل وايدلي على السي ان اس، اوكي؟ فبيها كل شيء هاي سايد افكت. فعرفتوا الاكشن مالت السيراتونين اللي تواجد بالانتيروكروموفين، اي محفز يحفز الانتيروكروموفين يطلعه، يحفز عندي الثلاثه والاربعه ريسبتر اللي يزيدون الاستال كولين اللي يزيدون الموتاليتي. التيغاسيرويد هذا اللي هو بارشال يشتغل على 5HT4 اغونست. تذكرون ال 5HT4 بالاوتاكويد قلنا بوقتها هذا الريسبتر موجود بالجي اي تي وموجود عندي بالهارت، فحتى من شرحت لكم الارتبل بابل سيندروم اللي وياها كونستيبيشن، هذا الدراج اللي يشتغل على ال 5HT4 يعني سحبوه من السوق لانه كان يسبب انجينا واسكيميك هارت ديزيز، اوكي؟ فهذا نفس الشيء هو نيجليبل افينيتي، يعني يقول ستيميليتنج مورتاليتي مالت الاسوفيجاس ستومك باول كليته، فحتى استخدموه بمن باعوا بالفيميل اللي عندهم كونستيبيشن ويا الارتبل بابل سيندروم، بس وقتها قلنا ما نستخدمه الا اذا كانت 6 شهور وفتشي كلش مؤذي، اوكي؟ البيشنت وذ كونستيبيشن
تلقى سيرويد مايل تو مودست امبروف من الستول فريكوينسي. بيقول هو ده يفيد يعني هاي الامور، بس قلت لكم ما نستخدمه هوايه او بعد ما نستخدمه اساسا الا اذا كانت الحاجه كلش ماسه. زين، عندنا المودالين اغونيست شافوا انه هو ريسبترز موجود بالجي اي بالابر جي اي بشكل خاص يسمون المودالين ريسبتر، راح تجي تشتغل عليه مجموعه من الماكرولايد اللي هي جماعه الاريترومايسين ازيثرومايسين وذولي كلاريترومايسين، يعني اربع ادويه. زين، تزيد من الموتاليتي مالت الجي اي تي. وين يستخدموه؟ هو قلنا يعتبر بروكاينيتك ايجنت اكثر شيء يستخدموه، ويا اللي عنده دايبيتك غاستروباريسيس كلش هواي يستخدموه وياهم. وير اريترومايسين ام بروف الغاستريك، بس هذا شنو مشكلته من استخدم اريترومايسين حتى اسوي يعني ايميتنج، خلينا نقول هذا انه مشكلته انه انطي اليوم اشتغل عليه واستجاب للجسم وكلش جود، باكر ما يشتغل عليه، يعني باكر الجسم ما يستجيب له، كلش بسرعه يصير داون ريجوليشن الهاي ريسبترز، فيعني التوليرانس مالته كلش عاليه، يعني كلش بسرعه بعد ما يستجيب. الاريثرومايسين ستيميليتد غاسترين كونتراكشن كان بي انتنس دامبنج ريليتيفلي، انه حتى هذول اللي يبلعون مواد ما مهضومه، يعني مواد غريبه، هذا اللي بالع له شلون نقول بسمار، اللي بالع له فدلاستيكه، يعني هذول الجهال ممكن نعطيهم هاي الادويه اريثرومايسين لانه يطلع المواد الما مهضومه للاندايجستد يعني. زين، ليميتد لان قلت لكم كل شيء بسرعه يصير عندي بي داون ريجوليشن. زين، ستاندرد دوز حسب يعني الوزن، يعني 3 ملغرام بكل كيلو، فتقريبا كل 8 ساعات ينطي. تذكروا دائما الانتي بايوتيك 3 مرات باليوم، فكل 8 ساعات. اذا اريد اشتغل على السمول باول، يعني اذا اريد اشتغل كبروكاينيتك مو ك يعني مو عالج بيفيد شيء ثاني، الدوز شويه اقللها. اوكي، وماشي. اكو اذر بروكاينيتكس، يعني اشوف كانت عندي هرمونات اتاخر من الشغل مالت الجي اي ام تي، تذكرون الكولسيستوكاينين، هذا كان يسوي ديلي للغاستريك امتينج، اخذناه بالهستول عام. انا شو اسوي؟ انطي انتاغونست حتى اسرع من الامتينج، اللي هو من هو الدكسلوكسي جلومايد. دكسلوكسي جلومايد بي اكسات هوايه همات هنا باعوا، يعني تقريبا تحسون السبيلنج مالتهم قريب، سي سي كي دكسلوكسي جلومايد. زين، انتاغونست ام بروف الغاستريك امتينج والغاستروباريسيس ايضا. اساسا عندي الغاستروباريسيس استخدمت بيها جماعه الموتالين وجماعه الكولسيستوكاينين وجماعه الميتوكلوبراميد. زين، واكو كلونيدين وغيرها من الادويه، كلونيدين اللي هو يعني الفا انتاغونست، يعني انه يثبط عندي السمباثيتك، وغيرها من الدراجات ممكن نستخدمها. انا راح اتوقف حتى نبدي بموضوع جديد اللي هو الفوميتينج.